السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ يا ربي هاد الفيديو يلقاكم بالصحة والسلامة والهنا وراحة البال. اش معكم البنات؟ غنسمع معكم واحد الفطيرة بالمسمنة، كل واحد واش كيسميها. غنصوبها غير بالبصلاية، عندي بصلانة كثيرة، عندي الزيتون، عندي كزبرة ومعدنوس، عندي شوية الكفتة، هذا غير شوية ديال صدر ديال الدجاج خديتو وطحنتو راسي. عندي فلفلة هي هنا، فلافل مخلطة هي مجمدة مجمد. عندي حيتو هو محكوك أو جزر، هاهو شتو تا هو جبدتو من الكونجلي، كناخد منو القياس اللي بغيت. إيوا يلاه البنات، نداو على بركة الله. درت هنا جوج معالق ديال الزيت، زيت المائدة، غنشحرو دابا البصلة ديالنا. نرجع عندي الراب ديال البصلة، شوية ديال السكنجبير، ندير هنا الكرطون ديال الكرطون، الزهر، هنا كنديرو معلقة ديال لاطيشة المولادة، كذلك ديال السيسون، وزيت القصر المعدنوس. هنا البنات كنزيدو شوية السكة البلدية الجينة ديالنا هي كنقطعو فيها ديال المسمن، عجينة عادية، دقيق ديال القمح والملح وشوية الخميرة، معلقة ديال الزيت،
صافي تشوفوا شنو هاد الديكور مزيان وتخليوها ترتاح. هي فايت درتها معاكم المسمن دي العجينه اللي معتاد ندير عليها كتجيكم زوينه ديروها. ندهنوهم بشويه د الزيت ونغطيهم بلاستيكة تبرد لينا الحشوه ديالنا ورجع معاكم. هنا في ورقنا المسمن ديالنا هذا شتو راه ارتاح وارتاح ولا ساهل في التكراس. نحيدو ديالنا من هنا نتمنى تاع الحشوه ديالنا هي هاهي شتو راه بردات هاهي قسمتها وندير فيها جوج. كنديرو هاديك الجهة اللي محلولة كنديروها من التحت ونبقاو بحال هاكا. السيس وزيت المائدة كنهزو المسمنة ديالنا وديما هاد هاد الطلاقية هادي كنديروها من هاكا لتحت كنبقاو غاديين. هادي المسمنة الرابعة ربعة المسمنات دابا لي درنا مسمنة ولا فطيرة ولا كتير لقوتي في العشية. الفرماج يدير فرماج مدرسوش انايا درت معاكم هادشي ملي كان لا فرماج لا والو هادشي القديم. دابا راه ولا الفرماج ولا كلشي موجود.
ديما هاد الطلاقية هادي كتكون لتحت. حسب لي بغيت بغيتو ديروها كبيرة كبر من هكا، بغيت ديروها صغر من هكا، العبار كيبقى ديالكم نتوما. هانتوما البنات غنكمل نرجع معاكم كما قلت لكم. دابا على حسب لي بغيتو نتوما، بغيتها تجيكم كبيرة راه تبقاو تبقاو تزيدو هاكا في تبقى على تبقى، بغيتها تجيكم صغيرة داكشي على حسب. أنا حيت بغيتها كبيرة شوية نكمل ونرجع معاكم. هانتوما البنات ندهنو البلاطة ديالنا. هاهي نكملوها في الكراس حسب اللي بغينا. هاهي البنات السمنة ديالنا، هاهي كاشوية ديال الجبن مفروم من الفوق، هاهو هاهي باقا سخونة، يلا خرجتها ونقطعها ونوريها ليكم. هانتوما البنات بديت كنقطع فيها، راه باقا سخونة. هيا البنات المسمنة ديالنا هيا شفتوها كيفاش كتجي. هيا البنات نتمنى الله تعجبكم وتجربوها وتردو عليا الخبار، وما تنساونيش من لي جيم وبارطاج البنات، وشكرا.